السلام عليكم ورحمة الله. يا شباب، أبغى أقول لكم على النيرف روتس اللي طايلة من السباينال كورد وبتغذي الأبر إكستريميتي. كيف نعرفها؟ هذه النيرف روتس خمسة، هي عبارة عن سيرفايكال خمسة، سيرفايكال ستة، سيرفايكال سبعة، سيرفايكال ثمانية، وثوراسيك رقم واحد. صحيح إحنا عندنا في الرقبة سبعة سيرفايكال فيرتبرا، ولكن عندنا نيرف روتس عددها 8. طيب كيف نحفظ النيرف روتس اللي بتغذي الأبر إكستريميتي؟ ليها موتر، ليها سنسوري، وليها ديب تندن ريفلكسز. ناخد اليدين هنا اليمين. بالنسبة للسيرفايكال رقم 5 نبدأ بالموتر. سيرفايكال رقم 5 أبدكشن للشولدر. سيرفايكال 5 و 6 فليكشن للألبو. سيرفايكال رقم 6 لوحدها بس اكستنشن للريست. سيرفايكال رقم 7 في عضلات كثيره يغذيها سيرفايكال رقم 7. كيف نحفظها عشان ما ننساها؟ نسوي رقم 7 بالانجليزي، هذا رقم 7. ايش الحركات اللي حاصله هنا؟ شوف الرقم هذا 7. اكستنشن للالبو يغذيها سيرفايكال 7، فليكشن للريست يغذيها سيرفايكال 7، extension للفينجرز يغذيها سيرفايكال رقم 7. سيرفايكال رقم 8 انك تسوي قبضة يد، تقبض يدينك، تسوق على حاجة، قبضة اليد هذه سيرفايكال رقم 8. ثوراسيك رقم 1 الحركة هذه abduction للفينجرز وadduction للفينجرز، هذه الحركة abduction وadduction. نجي للسنسيشنز حقت الأبر إكستريميتي. كيف نعرف النيرف روتس؟ كيف نحفظها؟ طالع هنا حبيبي، هذه عضلة الدلتويد من هنا لهنا. حتى في الشخص اللي عنده وزن زيادة تقدر تشوف هذه العضلة حق الدلتويد من هنا إلى تنزل هنا. قسمها إلى نصفين، نصف علوي ونصف سفلي. النصف السفلي هذا هنا يغذيها السيرفايكال رقم 5. النصف العلوي بيغذيها سوبرا كلافيكولار نيرف جايه من السيرفايكال 3 و 4. اتفقنا؟ سيرفايكال رقم 6 كيف نعرف الاحساس حقها؟ بسيط. الطريقه تسوي رقم 6 بالانجليزي، الاصبع هذا والاصبع هذا، شوف زي كانها رقم 6. فالاندكس فينجر والثمب يغذيها الاحساس سيرفايكال رقم 6. سيرفايكال رقم 7 كيف نحفظه؟ هذا الاصبع الوسط، الاصبع الوسط، تمام. سيرفايكال رقم 8 هو الاصبعين هذه، هذول الاصبعين الليتل فينجر والرينج فينجر. ثوراسيك رقم 1 ما له اهميه كثير في الاحساس، الجزء الميديال حق الالبو يغذيه ثوراسيك رقم 1. ثوراسيك رقم 2 يجي عند الإبط عند الأكزيلا. نشوف الديب تندن ريفلكسز. قلنا احنا الفليكشن حق الالبو سيرفايكال 5 و6 يصير البايسبس ريفلكس 5 و6. نجي للبراكيوراديالس ريفلكس، هذا سيرفايكال 6 فقط. سيرفايكال رقم 7 هو الترايسبس ريفلكس، ترايسبس ريفلكس. اتفقنا يا جماعة؟ نعيد من جديد. العضلات، الموتر، ايش النيرف روتس اللي يغذيها الأبر إكستريميتي؟ سيرفايكال 5، فليكشن الألبو سيرفايكال 5 و 6، إكستنشن الريست سيرفايكال رقم 6 فقط. سيرفايكال رقم 7 اللي نتلخبط فيه كثير بسيطة، نسوي رقم 7 ونشوف الحركات حقتها. إكستنشن للألبو، فليكشن للريست، واكستنشن للفينجرز. سيرفايكال رقم 8 سوي قبضة باليد. ثوراسيك رقم 1 ابدكشن وادكشن للفينجرز. مناطق الاحساس اللي هي الديرماتومز او المناطق حقت السنسيشنز. لوور هاف اوف ذا سكين اوف ذا ديلتويد سيرفايكال رقم 5. لور هاف النص التحتاني حق الديلتويد، الجلد اللي بيغطيه عضلة الديلتويد.
سيرفايكال رقم 6 تساوي رقم 6 بالانجليزي كده. الاصبع الابهام والسبابه اندكس والثم هذه يغذيها سيرفايكال رقم 6. سيرفايكال رقم 7 بس الاصبع الوسطاني. شفتوا العضلات حقته كثيره ولكن مناطق الاحساس حق السبعه هذا. سيرفايكال رقم 8 اذا هذا رقم 6 هذا الاصبع وهذا الاصبع رقم 6 وهذا رقم 7 يصير رقم 8 الاصبع الرينج والليتل فينجر هذول الاثنين. ثوراسيك رقم 1 ما يهمنا كثير مناطق الاحساس حقته. الميديال اسبيكت اوف ذا ديلتوي ميديال اسبيكت اوف ذا البو معذره. وهنا عند الابط ثوراسيك رقم 2 هذه الابر اكستريميتيز.